هذا السائل لافي يقول في هذا السؤال عن الرضاعة من غير الأم الأصلية: أنا رضعت من أم غير أمي ولها بنت، وعدد الأيام التي رضعتها 7 أيام، وهذه المرأة تزوجت من رجلين آخرين وأنجبت منهم أبناء، هل الأبناء من الرجلين الآخرين هم إخوان لي أم لا؟ أفيدونا بذلك. إذا رضعت من امرأة 5 رضعات فأكثر فإنها تكون أما لك من الرضاعة، ويكون أولادها إخوة لك من جميع الرجال، من الرجل الذي له اللبن ومن الرجال الذين تزوجوها من بعده، كل ما ولدت هذه المرأة قبلك أو بعدك أو معك فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة.